قناة أبوظبي الإمارات. هذا ما بيتعدل الين يموت. حسافة عليه، ولا كان عنده بنات ويربيهم في البيت. مو بكفاية اللي صار لعمتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سر يا ابوي سر. وين رايح يا غانم؟ بروح أشم شوية هواء، حاسس إني مختنق. لو تظل معنا مرتاح يا غانم. لا تخافين، ما بصير حق فاطمة. عارفة، بس أنا خايفة عليك بسبة اللي سمعته عن حياة أبوك الله يرحمه. الله يرحمه. لا تخافين يا أمي، عن إذنك. واضحة؟ خير يا امي. منو بالك بتكون حرمه حق اخوك؟ انا ما يخصني، انت عارفه رايي بهالموضوع. مو بتحمل هالكلام. ابى اموت وانا مرتاحه، ما اتحمل اشيل الحمل بروحي وانتو جالسين تطالعون وما تسوون شيء. ليش طولت العمر يا امي؟ بس المسكينه اللي قاعده في حجرتها شو نقول لها؟ مسكينه مسكينه مسكينه، ايش بلاك كلها تتكلمين عنها؟ هذه لو جايبه اولاد شو بتقولي؟ امي انا ما قلت شيء. بس تشرمسه بلا معنى. الذنب ذنبي انا اللي اخذ رايكم، وانتو طول عمركم مو حاسين فيني ولا شايلين همي، بس انا اللي شايله همكم. باكر بصير وكل شيء بيتم على رايي بلا صدعه راس. شو تبى يا عبد الله؟ وليش اختفيت بسرعه؟ من كم من يوم وحركاتك مو المبهاري بتني. شو اللي مخبي وراك؟ وشو اللي ناوي عليه؟ وشو اللي تبى تقوله؟ لو كان مرامك الفلوس كنت امشي لك عليهم وسكنت قصر الملوك ونومك على ريش نحاب. يا ليت تتكلم وتقول الكلمة اللي أنا أترياها. أنا براويك شو ما كنت، بس قول الأول ولا تستكثرها علي يلي ما تسوى بيزة. حصة؟ شو تسوين عندك؟ شو بسوي يعني؟ شو جايبني غير الفلوس؟ فلوس؟ فلوس شو؟ يا مايش بلاش، الفلوس اللي عطيتيني اياها الصبح يا تحطن باليارة. يا امي انا قلت لك الله يهديك من يوم الصبح، ما قلت لك اخر الليل سيري وحطيها. وثاني شيء تراني انا خاف عليك من الثعابين، هني وايد ثعابين. سيري يا امي سيري توكلي على الله، والصباح رباح ان شاء الله. سيري انتي الحين غرفتك. انا مو بفارقه عندي، انا الثعابين ما تخوفني.
اللي يخوفني البرد اللي على فراش الثلاثين يذبح. اللي يناظر بيوت الناس هذا يزاح. قام من الرجم بفلوس عيلها. طال عمرك كل يوم رجميني. اي نعم كل يوم. منو بيكون اللي حرمني منك؟ منو هذا اللي يباك تموت وليش؟ منو اللي دق الباب وبغى يهجم على امي؟ مو بعيد يكون هو نفس الشخص اللي قتل ابوي ويكمل جريمته. لكن منو؟ منو وكيف عرف وكيف ممكن ادور على اثر في صدر ريال؟ يمكن ما تم منه شيء. ما تم منه شيء عقب 30 سنة. كيف اقدر اوصل لجرح ثريله يدليني عليه؟ انا تراني بتخبر. منو اللي قتلك يا ابوي؟ منو؟ منو؟ غانم؟ شيابنك ني اخر الليل؟ والله ما ادري يا اخوي، ويمكن اللي يابني يابك. خلاص نويت عليها؟ شو هي اللي نويت عليها؟ اللي يابتني ويابتك؟ على هونك يا اخوي، كل ما كانت وانتهينا. شو في بالك انت؟ غانم. شو غانم بعد؟ بلاك انت يا ريال، ما حد غريب هناك. تعال. وين تبغى نروح؟ ناكا. انت ما صدق تبغى تروح عندهم؟ تلاقي تاكل علشان تروح تلعب ورقه؟ خبرك عتيجي يا ريال، ذاك اول. شو بعد هذاك الاول؟ ذاك وين سويت مسؤول شرطه وانا ما ادري؟ تعال العب يا ريال، العب لك بكم الفلس وخلاف راح تنزل عليك الفلوس شات المطر. سير انت بروحك، انا مالي شغله في الحرام. يا ريال بتندم، في شرب وفي بعد. حسبي الله ونعم الوكيل. غانم اذا نويت انت تعال بروحك، لا تجيب حد وياك. وناسه وشرب ولعب ورق وفي بعد. يلا على راحتك.